تخيلوا أن هذا القرد يلعب لعبة فيديو باستخدام عقله فقط ومن دون أي أدوات لتحريك الأشياء على الشاشة. هذا شيء مذهل، أليس كذلك؟ لكن كيف يمكن لهذا القرد أن يلعب البينغ بونغ؟ وما علاقته بالأشخاص الذين يعانون من الشلل؟ تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالمنا الغريب. هذا القرد الذي يدعى بيجر خضع قبل نحو 45 يوماً إلى عملية جراحية لزراعة شريحتين إلكترونيتين داخل جانبي دماغه، نفذتها شركة نيورالينك المتخصصة في تقنيات التحكم بالعقل والتي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. هاتان الشريحتان تحتويان على أكثر من 3000 قطب كهربائي تراقب نحو 1000 خلية عصبية في دماغ بيجر، وتسجل إشاراتها عبر الحاسوب مثل تلك الخلايا المسؤولة عن حركة اليد والذراع. ففي البداية درب الباحثون القرد على اللعب باستخدام عصا التحكم، وبعد ذلك قاموا بفصل العصا عن اللعبة كما تشاهدون هنا، ليبدأ القرد بالتحكم باللعبة عن طريق عقله فقط، وذلك من خلال فك تشفير الإشارات العصبية بواسطة خوارزميات معقدة وتحويلها إلى مجموعة من الأوامر الفعلية. فهنا مثلاً يتحكم بيجر بحركات المضرب بعينيه لمنع الكرة من السقوط في الفراغ. So in terms of getting a link, like I said, it's essentially you open a piece of skull, you remove about a coin-sized piece of skull, and then the robot inserts the electrodes, then the device replaces the portion of skull that was removed, and we basically close that up with actually super glue, which is how a lot of wounds are closed, and then you can just walk around. هذا ليس كل شيء. ففي سبتمبر عام 2020 أعلن إيلون ماسك عن تجربة زراعة شريحة نيورالينك في دماغ خنزير، حيث نجحت الشريحة في تسجيل الإشارات العصبية المتعلقة بحاسة الأنف لدى هذا الحيوان. قد تتساءلون لماذا كل هذه الأبحاث والتجارب؟ تقول شركة نيورالينك إن تجربة القرد بيجر يقربها من تحقيق هدفها الأهم، وهو تمكين الأشخاص المصابين بالشلل من استخدام نشاطهم العصبي مباشرة للتحكم بأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة بسهولة. ومع أن الشركة تخطط منذ نحو سنة لتجربة زرع الشرائح الإلكترونية في دماغ بشري، إلا أنها لم تحصل بعد على موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية لتنفيذ الفكرة، وفيما يرى مراقبون أن هناك خطورة عالية على سلامة البشر من هذه الشرائح، يرى آخرون أن هناك أهدافاً خفية لها مثل مراقبة أفكار البشر وأفعالهم. ما رأيكم؟